بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد، معكم أخوكم الصياد الحداد حميد دشتي وإسماعيل. اليوم التاريخ 29/4/2022، اليوم يوم الجمعة. اليوم أيضا حبيت أقدم موضوع بحري وهو عن الجقات وتضبيط وتعديل الجقات. السبب هو طبعا لما تطلب الجق أو تشتري الجق من السوق يكون طبعا يجيك مرات بدون هوك بدون ميادير، او يجيك مثلا يكون التريبل الهوك تجاه الراس بهالطريقه. طبعا الافضل انك تنزل التريبل هوك اللي هو الميدار الثلاثي تجاه الذيل، يكون طبعا الصيد يعني اضمن وافضل. وايضا طبعا الايروديناميك مالت التشنك مالت الميرور ايضا يعني يكون افضل. طبعا ايضا نحتاج اسيستات حتى نركبهم هنا، اللي هو طبعا الميادير الفرديه نركب طبعا بهذا الاتجاه صوب الراس. طبعا نحتاج حق تضبيط هذه الطعوم الصناعيه نحتاج يعني اربع اشياء. اول شيء نحتاج طبعا هذا النوع من الشلابتين اللي يكون طبعا الراس بهالطريقة، السن مثل السن، شوفوا هالطريقة حتى يدخل بالحلقة. نقدر أيضا نفك الحلقة ونغير مكان الأسيست أو مكان الهوك. الرقم 2 طبعا نحتاج أسيستات اللي هو هذا الميادير، هذه الأسيستات. رقم 3 طبعا نحتاج أيضا اللي هو الرينج، اللي هو سبيلت رينج، اللي هو الحلقات هذه حتى نركب فيها الهوك ونركب فيها الميدار ونركبه طبعا على الجب. رقم 4 طبعا نحتاج ايضا اللي هو التريبل هوك اللي هي ميادير ثلاثية ميدار وثلاث احنا نسميه. طبعا احجام حسب حجب الميرور، طبعا عندي انا هني علبة فيها قياسات واحجام. طبعا راح نبلش بجب رقم 1. راح نغير الهوك الثلاثي هذا، التريبل هوك راح ننزله تحت صوب الذيل لان الصيد يكون اضمن. مرات السمكه تهجم من صوب الذيل، وايضا طبعا اغلب الاسماك المفترسه تهجم من الراس، فهني يفضل يكون طبعا اللي هو الاسيست. راح نغير ان شاء الله وراح نشوفكم شلون الطريقه. طريقه سهله ان شاء الله بس تحتاج العده. يعني طبعا تركب الشلابتين هذا اللي له سن له ضس بالحلقه. هذا فكينا التريبل هوك، هذا التريبل طبعا اللي هو الميدار الثلاثي راح ننزله اتجاه الذيل، ذيل الطعم الصناعي او الجيك. هالطريقة هذا الحين ركبناه. صار الحين التريبل صار اتجاه الذيل من تحت. طبعا معلومة أعزائي المتابعين، إذا في مكان في شيرات طبعا في صخور لازم طبعا تلغي الهوك هذا من تحت، تلغيه وتخلي بس الاسيست فوق. الان راح نركب الاسيست من فوق. طبعا انت حر تبي تركب يعني ثنائي اثنين زوجي او تركب واحد حسب. طبعا اول شيء طبعا نركب الحلقه في الميدار.
بهالطريقة. طبعا هذا شوية أصعب من الحديد لأن هذا من حبل، شوية فيه صعوبة. ركبنا الحلقة، طبعا شوية في صعوبة طبعا لأن هذا خيط يعني حبل مو حديد، فشوي يعني يكون أصعب شوي. ركبنا الآن الحلقة في الأسيست بهالطريقة، والآن ركبة بالجيج نفس الطريقة، ركبة بالجيج. هذا الجيك أعزائي راح نركبه صوب الرأس طبعا. بهالطريقة طبعا هذا النوع من الشلابتين يعني سهل عليك وايد الشغل، اختصر عليك الطريق، أحسن ما تسوي بظفرك. وهذا الآن ركبناه للأسيست. طبعا الهوك الثلاثي او التريبل هوك صار من حدر من صوب الذيل، والاسيست صار طبعا من فوق. هذه الطريقة سهلة اعزائي، سهلة جدا ولكن تحتاج العدة. المهم حبينا نشوفكم شلون طريقة تغيير وتركيب وتضبيط الجقات بهالطريقة. ان شاء الله اعزائي استفدتوا، وإن شاء الله نقول لكم أهل البحر يعيشون، وإن شاء الله صيد مضمون. أخوكم صياد إسماعيل، شكرا، مع السلامة.